هل الناس اتفاجئت؟ هل الناس حست بقد ايه هي افتقدت محمود ياسين؟ الحقيقة كلامك يا أستاذ شريف في شيء من الصحة، بس من اقترب من محمود ياسين كان يدرك الكثير، ولا طبعا أحد اي هؤلاء اللي عرفوه مش بس على الشاشة، لا محمود ياسين رصيده على الشاشة يكفي أن يجعله نجم استثنائي في تاريخنا كله. يعني لما نتكلم بشكل موضوعي، اي هو الجان الأول في السينما المصرية بلا جدال، لانه الكم اللي عمله ظهر جانات كتيره طبعا في تاريخ السينما، لكن الكم اللي عمله محمود ياسين لم يسبق ان احد عمله. محمود ياسين كان يقف بين جيلين من البطلات، وكان مقنعا تشوفه مع مدام فاتن، مع مدام شاديه، مع مدام سميره احمد، الدور الجيان اللي جنبه اللي معاهم، أي مع ماجده الصباحي مصدق تماما. بعد كده تلاقيه مع سعاد حسني تماما، مع ميرفت، مع لجلاء، لغاية يسرى وليلى وإلهام. شوف بقى كام جيل أيوة. وهو الجان المصدق. فمحمود ده الجزء الفني اللي يعني دخل بيه التاريخ، ولا يمكن نتصور إن ممكن حد ممكن يتجاوز نصف قرن من الحضور كجان زي محمود ياسين. ازاي جمع ما الجزء بين دايما الناس بيتكلموا عن جانب ما نعرفوش عن النجم، والجانب ده بيبقى النجم مش عايز يظهره وبيبقى مخبيه، وممكن فيه يعني ايه ما يجرح الحياة الخاصة، ليه ده ما انطبقش ابدا على محمود ياسين؟ هو كان الاحترام جزء من تكوينه. الصورة الذهنية واحدة من الاثنين، يا انت تصدر صورة ذهنية عن نفسك، يا الناس تطلق عليك ايوه صورة ذهنية حقيقية يعني شايفينه. محمود ياسين كان من النوع الثاني النادر، هو لا يصدر صورة ذهنية عنه، عن مواقفه، عن اعتداله في الحياة. لا هو كده يعني محمود ياسين تكوينه ان هو مع الالتزام كشخصيه، فالناس شافت فيه الاحترام. اول ما بيجي اسم محمود ياسين او سيره محمود ياسين، مؤكد انه صحيح صفه الاحترام جنب صفه تكون النجوميه. مرتبطة بيه على طول. لو أنا يعني ده الوجه الاخر. في وجه تاني انا بشوفه لما كنا بنسافر بره، ان هو بيبقى العنوان بتاعنا، مش عايز اقول رئيس الوفد، الأجمل يقول عليه العنوان لما نكون موجودين، أيوة هو العنوان. ونبقى سعداء جدا واحنا في مهرجان مثلا، في وهران، في الجزائر، في ابو ظبي، في دبي، في قرطاج، لما بيكون محمود ياسين في الوفد. ومهما تعدت اسماء النجوم، او مثلا بيجي شخصيات لها صفه وظيفيه، فبالتالي تبقى لها يعني مكانه خاصه، بالذات لما يكون حاجة لها علاقة هو بالدولة، وزارة عموما الثقافة، النجم او الفنان هو الخاطف والجاذب للاضواء، بعيد عن هو بعيد عن الرتب، بعيد عن محمود. المسمى الوظيفي، فما بالك لما يبقى محمود كمان ياسين محمود ياسين مش بس هو الفنان. بقى، وانه فكرة ان الناس لما بترى محمود ياسين على طول بترى صفات، مش يعني نجوميته الطاغية دي، الشيء العظيم الوهج ده، في العقود من الزمان اللي تركها على الشاشة بكل قوة. ده في سنة من السنوات كان بيبقى له 11 فيلم في السنة الواحدة، وأفلام ناجحة. فده هنفتقد صحيح الجسد، وهنفتقد وجوده معانا، لكن مش هيغيب عننا كتير، هيبقى حاضر زي ما حضرتك بتقول بكل أفلامه، بكل اللي مثله، مش من أدوار، من أدوار ومن قيمة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ طارق الشناوي على وجودك معانا.